فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لطالب العلم، هل الأفضل له دراسة الفقه بالطريقة المذهبية، أم أنه يدرسه عن طريق اتباع الدليل بالنظر إلى جميع الأقوال والترجيح؟ لا يا أخي، العلم بالتدرج، التعلم بالتدرج. ادرس الفقه أولا، ثم بعدما تدرسه اطلب الراجح من المرجوح، تعرف الراجح، وإذا وصلت إلى مرحلة معرفة الدليل فإنك تطلب الدليل أيضا، يعني مراتب، ما هو على طول أنك نعم.